طبعا الاحتفالات باليوم الوطني 41 لدولة الإمارات صار لها بادية تقريبا من ما شاء الله أسبوع الحين خالد، ونترقب يوم الثاني من ديسمبر اللي هو يوم الاحتفالية الفعلية. إذن لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تساهم أيضا بمشاركتها فرحة اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات مع طلبة المدارس، كما تلعب دورا هاما في توفير كافة الخدمات للحوادث الطارئة خاصة في أيام الاحتفالات والمسيرات التي تقام في إمارة دبي. نعم مشاهدينا، حيث أن المؤسسة انتهت من تدريب 320 سائقا لسيارات الأسعاف على خدمات الطب الطارئ والإسعافات الأولية وإنقاذ المصابين ما يأهلهم لتقديم الخدمات الإسعافية لحالات الطارئة والحوادث متعددة الإصابات عند الضرورة. وإن شاء الله أن ما نوصل لهذا الشيء. إن شاء الله نتمنى السلامة لكل مرتدي هذه الطرقات من مسيرات من احتفالات، عشان الكل يفرح بهذا اليوم اللي هو أصلا يبعث البهجة إلى القلوب. نعم، وتكون فرحة إن شاء الله ما تكون بإذن يعني الله مصابة بعيدة عن الحوادث إن شاء الله. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا في دبي هذا الصباح أن نستضيف سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير يا رب. صباح الخير سيدي. أهلا وسهلا صباح. بداية سيد خليفة، لو نتحدث عن فعالياتكم وتحذيراتكم كذلك لليوم الوطني 41. بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز هذه الفرصة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم الحكومة بهذه المناسبة الطيبة اللي هي اليوم الوطني 41. اما بالنسبه للفعاليات اللي يعني طبعا احنا يعني احنا ما نعتبره 2 ديسمبر، نحن نعتبره طول السنه ان اليوم الوطني موجود عندنا. اما الفعاليات اللي موجوده في المؤسسه الحمد لله بدينا يعني بتجهيزاتنا بتغطيه المبنى بالاعلام، كذلك النقاط الخارجيه غطيناها باعلام الدوله. هناك فعاليات في يوم الخميس ان شاء الله بتكون، وان شاء الله يعني تشرفونا تكونوا موجودين ان شاء الله. هناك قريه مصغره تراثيه، هناك كلاب بوليسيه، عرض الكلاب بوليسيه، هناك ورشه شاعر بيكون موجود متواجد، يعني كل الاشياء التراثيه القديمه موجوده في 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 هاليوم التراثي. نعم، تحت سقف واحد. وبتكون ان شاء الله هذه القريه في منطقه في المبنى، في عندنا ساحه هناك غطيناها بال يعني في نفس المبنى. نعم. جميل. ما هي خدماتكم للمواقف الطارئه خاصه في المسيرات والاحتفالات ان شاء الله؟ نحن طبعا يعني نكون قبل الحدث واخر الحدث نكون متواجدين، ووقت الحدث نكون متواجدين وقريبين من الناس خاصة اللي هي تكثر فيها يعني أو يكثرون فيها الجمهور، نكون متواجدين مثل مراكز التسوق أو الفعاليات. تقريبا نحن مغطين إمارة دبي بجميع نقاط الإسعاف، عاملين مثل طوارئ للاستعدادات، لا قدر لا إن شاء الله ما يصير شيء، نكون متواجدين قريبين من الناس اللي يحتاجون للإسعاف، نكون قريبين نوصل لهم في أقل من. جميل. إذا سيارات الإسعاف إن شاء الله بتكون متواجدة في إمارة دبي على طول هذه الاحتفالات إن شاء الله رب العالمين. على طول. نعم سيد خليفة، طبعا يمكن تعودنا أن دائما في منظومة متكاملة لكل الجهات في مثل هذه المناسبات، اليوم تعاونكم كذلك مع الشرطة والدفاع المدني، لو تحدثنا كذلك عن التعاون بين جهات أخرى كذلك في مثل هذا الحدث والفعالية. نحن طبعا مش يعني في إمارة دبي مش مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اللي هي روحها تشتغل، لا طبعا هناك شرطة مثل الشرطة طبعا أنواع مثل المرور مثل الحراسة مثل يعني يأمنون الحدث، بالإضافة إلى الدفاع المدني هناك بعد سيارات الدفاع بتكون متواجدة. يعني نحن منظومة يعني مثلث متكامل، يعني ما يكون واحد منا يعني لازم حد منا يكون موجود، أو الدوائر الثانية يعني مثل الدفاع المدني أو الشرطة أو الإسعاف، هذه لازم يعني من الأساس يكونوا موجودين في الحدث. سيد خليفة، ما مدى تأثير مشاركتكم المجتمعية في احتفالات اليوم الوطني لبناء جيل واعي مثقف على دراية بالأسعاف بالإسعافات الأولية؟ والله طبعا نحن ننشر الثقافة، ننشر التوعية للجمهور، وفي تعاون وفي تجاوب، يعني مجرد أن سيارة الإسعاف موجودة هناك يعني تعاون بين الجمهور،
يعني يسهلون دخول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث. يعني لاحظنا يعني أو بعد ما عملنا حملات توعوية للجمهور هناك الحمد لله في تعاون ويعني حسوا الناس ان لازم السياره تكون موجوده او سياره الاسعاف تكون موجوده يفسحوا لنا المجال اللي يشوفونه. طبعا الثقافه هاي انتشرت الان والحمد لله رب العالمين. نعم. اول كان في مثل ما قلت لك يعني يعرقلون سياره الاسعاف او يدورون قدامها او يلحقونها ما كانوا يعرفون كيف يتصرفون. نعم الان الحمد لله رب العالمين يعني هم على وعي تام كيف الحمد يتصرفون الحمد لله. وايضا يعني سيد خليفه كذلك موجود مؤخرا او سمعنا عن تدريبات كثيره حاصله كذلك لعدد كبير من المسعفين. نعم. حدثنا كذلك عن هؤلاء الجنود اللي وراء الكواليس دائما يعملون على راحة وخدمة هذا المجتمع من تدريبات من ورش عمل كذلك. نعم. ليكونوا مؤهلين لأي حادث لا قدر الله. نحن في المؤسسة نحن عندنا يعني استراتيجية لكل الموظفين لكل المسعفين، مش مجرد أن المسعف قدم يعني موجود في الساحة أو. نعم. في الميدان خلاص أنه عنده خبرة، لا نحن عندنا يعني منهجية أن كل 3 شهور المسعف يرجع مرة ثانية لا يعني تنشيطه بالمعلومات مرة ثانية، لأن هناك بين فترة وفترة في معلومات جديدة. صح. معلومات لازم المسعف يعرفها كيف. ونحن حاليا عندنا نصنف المسعف شو مستواه وهذا موجود عندنا في المؤسسة. الامتحانات يقدمها أونلاين عن طريق الكمبيوتر، الأسئلة موجودة يعني نقيم المسعف ونحدد شو وظيفتي يعني على أساس أن هنا نحن نشتغل عليه أن يكون باراميديك على مستويات. يعني حاليا عندنا نحن نفس المستوى بس أن احنا نقدم الأشخاص مثل العناية المركزة. صح. السيارة هاي التخصصية لمرضى القلب ناس مؤهلين على مستوى عالي على أساس أن يتعاملون مثل الحالة مع هذه الحالة تحديدا. نعم. نعم. الخدمة اللي هي الأمومة والطفولة خاصة الولادة. نعم. هذه للمسعفين خاصة نحن حاطين هاي كلهم حريم في داخل في السيارة. جميل. مؤهلين تأهيل خاص للأمومة والطفولة يعني كل واحد له دور يعني ما نحط واحد مش مؤهل لهاي الخدمة. جميل رائع. سيد خليفة أيضا حدثنا عن ورش العمل التي قمتم بها في المدارس لتوعية الطلاب. نعم. على تقديم الإسعافات الأولية. نحن طبعا يعني جتنا أوامر من المجلس التنفيذي أن جميع الدوائر الحكومية من مؤسسات أو مدارس نقوم بإعطاء دورات إسعافات أولية، وأنا أطالب أن تكون هذه الدورات الإسعافية تكون من ضمن المواد اللي تدرس في المدارس. جميل جميل. وإن شاء الله إذا في تعاون بيننا وبين وزارة التربية أن تكون يعني منهج بسيط يعني مثل الرياضة مثل المواد اللي الواحد يستفيد حتى طبعًا من الصغر طبعًا. لما يعني عندك معلومات عن الإسعافات هني تستفيد في المدرسة. صح. تستفيد في السيارة في البيت. يعني يعني أنا لاحظت أن بعض الأخوة اللي عطيناهم دورات الإسعافات الأولية وأول مرة يعني أسألهم شو يعني استفدتوا، قالوا نحن أول مرة نعرف المعلومات هذه ونستفيد ونتمنى الجميع يستفيد منها. نعم. ونحن مستعدين أن يعني نتعاون مع وزارة التربية أن تكون هذه مادة موجودة من ضمن المواد اللي إن شاء الله. وأيضا بعد بتحبب التلاميذ على يعني دراسة الطب. بالتأكيد. لأن هذا باب يفتح لهم يعني دراسة الطب. نعم. واللي بيحبها أكيد أكيد بيتجه الطب والعمل التطوعي. نعم. كذلك خالد. نعم. والكثير من الأمور هذه. أيوة. سبقتين العمل التطوعي نحن محتاجين يعني العمل التطوعي تعرف يعني إذا عندنا ناس مؤهلين موجودين نعرفهم وين المكان المخصص إذا لا قدر شيء. نعم. نستعين فيهم أوردي أساميهم موجودة نحن عرفنا هذه الجماعة اللي أعطيناهم الدورات نستعين فيهم أساس إني كمتطوعين. جميل. هاي فكرة رائعة ما شاء الله وإن شاء الله يا رب تأتي كلها في المستقبل لأن بالفعل يعني وجود هذه الثقافة في المدرسة أو في المنهاج المدرسي يخدم الكثير من شرائح المجتمع اللي هي فعلا بأمس الحاجة لهذه الخدمات. اليوم كذلك سيد خليفة خططكم المستقبلية كذلك في تعزيز الإسعاف أو خدمات الإسعاف اليوم في إمارة دبي بشكل محدد. اليوم نحن يمكن مثل ما نشوف تطور عمراني سريع سيارات أسرع والكثير من الأمور اللي اليوم جت متسارعة كذلك وما شاء الله يمكن الكل حاب أنه يسكن أو يقطن في إمارة دبي فنجد أيضا أن الازدحام والمرور كبير فيها آخر فترة فأيضا استعداداتكم لمواكبة هذا التطور التي تشهد الإمارة من حيث عدد السكان وأعداد السيارات اليوم على طرقات الدولة.
طبعا احنا يعني الخطه الاستراتيجيه ان يعني لازم ندرس الكثافه السكانيه، وخاصه مشروع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد المدينه، مدينه محمد بن راشد هذه يعني سبقنا، ونحن طبعا ما نقدر نلحق الشيخ محمد يعني الخطه اللي هو يعني لازم مدينه يعني نفس العدد اللي موجود، يعني نكون ياسين نعمل خطه كيف نغطي هذا العدد الكبير اللي موجود، خاصه يعني مشروع الشيخ محمد، مدينه الشيخ محمد بن راشد. والحمد لله يعني ياسين نعمل خطه على اساس نشوف كم توزيع نقاط الاسعاف في خاصه في المشروع الجديد ان شاء الله. اليوم اللي حاب يتواصل وياكم سيد خليفه من حيث لا قدر الله اي حادث اي شغله مستويه، شو الرقم اللي لازم يكلمكم عليه؟ نحن طبعا عمرك بيننا وبين شرطه دبي في القياده العامه شرطه دبي، القياده والسيطره. جميل. نحن مسعفين متواجدين على مدار الساعه، مجرد انه يحتاج خاصه في الحالات الطوارئ. نعم، مش الغير الطوارئ، واحد مثلا عنده صداع يبغى سياره الاسعاف، او بطنه يعني عنده الم يعني يطلب سياره الاسعاف، لان في حد محتاج اكثر عنه. عن وهذا نعم. نتمنى للجمهور في حاله الطوارئ تتصل ب 999 الا يعني الحرجه. نعم. سيد خليفه، المجله مجله الاسعاف، كلمنا عن هذه المجله، وين وصلتوا في اصداراتكمات الاخيره؟ الحمد لله ياسين نشتغل على العدد الرابع ما شاء الله. نعم، اصدرنا الاولى والثاني والثالثه، والياسين الحين ان شاء الله يعني بنحاول قبل راس يعني 2012 نخلصها باذن الله. نحن يعني هدفنا ان كل سنه نطلع اربع مجلات. نعم، اربع اعداد من المجله، على اساس انها يمكن على مستوى الوطن العربي ما في مجله تخصصيه اسعافيه على مستوى يعني الا مجله الاسعاف موجوده، وهذا يعني كتجربه. وحاليا عاملين استبيان للاشخاص المتخصصين يشوفون شو مستوى المجله، اذا في تحسن ممكن نحسن. نعم، ما شاء الله يعني مجله جميله جدا، وارجو انكم ما توقفونا، لان صراحه احنا وايد نستفيد منها، وناس في وايد يعني يتابعونها كثره المعلومات طبعاً. طبعا وفي نزلناها في الويب سايت في السايد مالنا الالكترونيه، حاليا موجود في جميل في الويب سايت مالنا العدد الاول والثاني والثالث، وبتكون ان شاء الله يعني العدد الرابع ان شاء الله بيكون موجود ان شاء الله. ياسين اشتغل على الموضوع باذن الله. كل التوفيق لكم، وشكرا جزيلا للجهود التي تبذلونها، كذلك لحرصكم على خدمه المجتمع. سعاده خليفه من دراي، المدير التنفيذي لمؤسسه دبي لخدمات الاسعاف، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد ان شاء الله. انا عندي بس شكر صراحه، ذكرت ان في عندي يعني موظفين، الأخت خولة الكيتوب مدير الاتصال المؤسسي، هند الشامسي، فاطمة الرئيس، سامح، هذه صراحة من أسبوع ياسين يشتغلون من الصبح لين الساعة 10 بالليل. جزاهم الله خير. هم اللي ياسين، هم اللي الإعلام النقاط، حاليا الحين متواجدين في باب الشمس عندي نقطة إسعاف ياسين، يزينون المبنى في يعني هذه ما ننساهم الجماعة يعني. أكيد هؤلاء هم الجنود اللي وراء الكواليس دائما يعملون. بالنيابة. شكرا جزيلا لهم كذلك على هذه الخدمات، بارك الله فيكم.